عسلامة ومرحبا بكم. اليوم حبيت نحكي معكم على تجربتي بعد ما كملت دورة تدريبية اسمها تحويل أفكارك إلى تسويق مبيعات مستمرة. أنا مستشارة في التربية وكوتش أطفال وعملت برشا حاجات في دومين هذية متاع الأم والطفل، وديما نقول اني انا عندي رسالة نبيلة وديما يكون عندي بلوك في اني انا نبيع دورات تدريبية والاستشارات او في تحليل مثلا رسومات ولا اي حاجة. وديما في بالي انه البايع هو الشخص اللحوح اللي يقف عند راسك ويقعد يمرج فيك حتى لين تشري ويبدأ يتكلم برشا ويبدأ كل ما تتحرك هو يراقب فيك والحاجات هذيك اللي تقلقنا الكل. فكنت ديما عندي البلوك هذاك اني انا مش قادرة نبيع. لكن بعد ما دخلت الدورة هذه اللي كانت في خمام دورة مطولة ودسمة فيها معلومات مهمة على الأخر، تعلمت فيها فنون البيع واللي هو البيع والتسويق فن فيه حاجات تتعلمها اللي هي مهارات تخليك تبيع بطريقة حديثة وبطريقة راقية تخليك توصل للزبون بتاعك. فما حاجة اسمها خريطة العقلية للزبون اللي تخليك تفهمه وتخليه يجي يشري من عندك من غير ما تعمل عليها كالضغطة ذيك وتبدأ تلحلح بيه، وبالعكس معناتها تعمل علاقة مزيانة بينك وبينه وتخليه يحب التعامل معك بالحق، وانت زادة تزيد تتعلم معناتها تقدم في الموضوع هذا وتبدأ تبيع وتحس روحك تعمل في حاجة وفي نفس الوقت مرتاح اللي كنت تقدم في خدمة وفي نفس الوقت فما مقابل. تعلمت هذا كيفاش اني انا نبيع ونكون متوجهة على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة متوازية توصلني الى الربح المطلوب.